الله معكم أحبائنا. اليوم تأملنا بإنجيل يوحنا بمقدمته اللي بيحكينا عن مجد. شو معنى كلمة مجد اليوم أحبائنا؟ المجد الكلمة العبرية هي الكافود بالكتاب المقدس بالعهد القديم، معناتها التقل والملء. وهيدي الكلمة اللي كانت ماشية مع الشعب بالعهد القديم، وكانت يعتبر أنه الله هو الملء. كان الشعب يعتبر أنه الله هو الملء، وظلت مستمرة مع مجيء المسيح، وصار يوحنا الإنجيلي يستعملها. ليش؟ لأنه الملء الوحيد لحياتنا اليوم، والوزن الحقيقي والتقل الحقيقي اللي هو على كل الأصعد، على الحب والإنسانية والحكمة، هو يسوع المسيح. منشان هيك نحن اليوم مدعوين كل مرة نكون فيها عم نقرأ إنجيل يوحنا، نرجع نتذكر أنه يسوع هو ملء حياتنا، هو مجد حياتنا، هو الأساسات اللي بنبني عليها. لأنه من دون هذه الأساسات نحن بنكون كأنه عم نعمر على الرمل مش على الصخر. آمين.